شارك سعادة دكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية للتحضير لمجلس الجامعة على مستوى القمة 32 التي ستنعقد في جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم 19 من مايو الجاري. وترأس اجتماع المجلس سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية وبحضور معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. وبحث أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية الدول العربية تقرير رئاسة القمة 31 عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات وتقرير الأمين العام للجامعة العربية عن مسيرة العمل العربي المشترك وتقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي والموضوعات المقرر إدراجها على جدول أعمال قمة أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية ومشاريع القرارات المقرر رفعها للقادة. كما بحث الوزراء أيضا تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وانعكاساتها على الأمن القومي العربي ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة والقضايا السياسية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية والمسائل المتعلقة بتغير المناخ وتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني ومشاريع القرارات المتعلقة بها لرفعها إلى أصحاب الجلالة والسمو والفخامة القادة لاعتمادها. أصحاب السمو والمعالي، يمر عالمنا اليوم بتحديات وصعوبات عديدة تجعلنا أمام مفترق طرق. تحتم علينا الوقوف صفا واحدا وبذل المزيد من الجهد لتعزيز العمل العربي المشترك من أجل مواجهتها وإيجاد الحلول المناسبة لها لتصبح منطقتنا آمنة ومستقرة تنعم بالخير والرفاه. إن منطقتنا العربية تسخر بطاقات بشرية وثروات طبيعية تجعلنا أمام تحدي مع أنفسنا يفرض علينا جميعا التنسيق المستمر وتسخير كافة الأدوات الممكنة وتفعيل وابتكار آلات عمل جديدة، نابذين خلافيتنا البينية، رافضين التدخلات الخارجية، واضعين نصب أعيننا مصالح دولنا وشعوبنا من أجل تحقيق نهضة شامنة طالما تطلعت إليها شعوبنا. في الختام، تجدد المملكة تطلعها للعمل معكم جميعا لتعزيز استقرار وأمن دولنا وحشد الجهود والإمكانات للمدن قدما في مسار التنمية والازدهار لبناء مستقبل تنعم بها أجيالنا القادمة، وندعو عليه القدير بأن تحقق قمة جدة التطلعات المرجوة منها.